رجعنا من جديد في فير بلاي. بدايه حصتنا باش تكون مع الهوند وانتقال لاعب الترجي الرياضي التونسي والمنتخب الوطني التونسي رمزي مجدوب. التجربه احترافيه اوروبيه هي الاولى في مسيرته. على كل حال ناخذ اكثر تفاصيل حول الموضوع. معنا بالتليفون رمزي مجدوب. رمزي اهلا بك. اهلا بك سلام، مرحبا بك خويا، مرحبا بالمستمعين كل. شنو حوالك؟ شنو الامور؟ والله الحمد لله خويا، الحمد لله. مبركولك اول حاجه التجربه الاوروبيه هذه. خلينا ناخذ من عندك اكثر تفاصيل. عايش خويا، بارك فيك. والله كونتراتو كما تعرف في 30 جوان مع الترجي، خيرت كانوا فهم شويه عروض، خيرت العرض هذا. البارح كملنا الامور الكل والفريق اعلن على الانتقال، وتمت معناها الانتقال اللي هو باش يكون ان بلس ان شاء الله، عام اضافي معناتها موسم قابل للتجديد هكا بالضبط. هي كيكا بالضبط. انت ليبر معناها في حل من كل ارتباط مع ترجي وفي عقد. العقد نتاعي وفي نهار 30 جوان انا خيرت من صحة عقد الا بعد معناها ما يوفى عقدي، وكي وفي عقدي قصرت ربي كيما نقولوا. ما كانش فما امكانية انك تواصل في ترجي؟ والله اش نقول لك سلام، الحقيقة انا خيرت كونه مغادر، معناها تشوف تجربة احترافية لبرا وكل شيء، تشوف معناها واحد يحل باب جديد، يشوف عالم اخر، يحتك بالاوروب، وكما تعرف صربيا معناها واجهه للاعبين الكل، برشا عينين في صربيا وبرشا كشافين. ان شاء الله تكون مرحله ومنها هي ان شاء الله تكون الانطلاق. سينو من تونس وصلوك عروض اخرين ولا فقط العرض الاوروبي؟ انت حق كانت تخميمك كان في اوروبا معناها؟ هو الحقيقه وصلوني عروض، اما الحقيقه ماهيش رسميه، معناها مش حاجه رسميه، فما كلام شويه كلموني كها، وما فماش حاجه رسميه. لا العرض الرسمي اللي هو من صربيا وافقت عليه. برشا من لاعبيه تونس يختار الوجهه الخليجيه، خاصه على نعرف الناس كل اللي الفلوس تكون في الخليج اكثر. انت ليه عملت شواء نتاع اوروبا والا ما كانش فما عروض خليجيه، باعتبار انهم تقريبا حتى البوست نتاعك ما ياخذوش فيه برشا معناها الاجنحه ولا؟ لا والله الحقيقة فما عروض خليجية، ما أنا خيرت الوجهة الأوروبية. كما تعرف الحقيقة أوروبا كما نقولوا احنا تكبر في عمر الجوار، يزيد أكثر. حال الخليج تو يجي معناها نجم واحد كي يحب على الفوتة أولا بعد على تو صحيت أولا بعد نحب معناها نزيد نقدم ونطور مستوايا، ونصور في أوروبا باش نقدم ونزيد نطور مستوايا. هذاك هو ذاك علاش اخترت أوروبا. سينو شنو نجم نعرفو على الفريق ريد ستار نجم الاحمر بلغراد؟ والله فريق ريد ستار هو عبناو السنه تغير رئيس الفريق اللي هو خذا معناها شد رئيس سكربيتش، معناها بيفو معروف غني عن تعريف برشلونه لعب وكل شيء، فهمتني؟ حاطين معناها جمعيه كما نقولوا احنا صارفه باش تلعب على البطوله، ديجا معناها الكلام تسمع كان على البطوله وعلى الكوب، معناها جمعيه تلعب السنه على التيتر. اسمه غني على التعريف، معناها تار فوت هوند باسكيت، اسم كبير معناها حتى في فوت هذا الشامبيون في الفوت تاريخ كبير. صحيح هاي الفوت تاريخ كبير، وتعرف معناها جمعيه سنة معناها حاطين الباكو باش يهزوا ان شاء الله بطوله وكوب. معلش بديت تاخذ فكره شويه على العيشه في صربيا، معلش عندك فكره على البلاد ولا؟ والله كلمت صديق امين بدوي عمنا ولا يلعب كل شيء، يعطاني شويه معناها فكره. صربيا قريبه لنا معناها كيما تونس، نتصور واحد في ما يتاقلم هو سيرتو بلغراد انا نعرفها، هذا اللي كالم وناتور والجو هذاك معناها حتى اقل صخب من بعض البلدان الاوروبيه الاخرى. بالضبط بلاد قريبه لنا برشا حسب معناها يحكيوا. الحقيقه انا مشيت الشام حسب ما يحكيوا معناها البلاد قريبه لنا بالكدا، في ساعة نورمالمون واحد ان شاء الله يتأقلم في ساعة ويدخل في الجو ويدخل ديريكت كما يقولوا في صلب الموضوع. سينو كيفاش تقيم التجربة في ترجي رمزي، كيفاش كانت؟ والله يا تجربة 3 سنين 2019 صححت في ترجي، تصور العام الأول تعدى باهي، العام الثاني شطر ونقولوا باهي، من بعد نتصور كي جا المدرب المصري. الحقيقة أنا معناها نعيب عليه شويه، خاطر نصور ما خليتش فرصتي كامله وقت اللي هبطت. هو انت ظالي برشا وقت كنت مصاب زاد رمزي،
ولا لا مش صحيح، مش صحيح. يقولوا لي انا كنت مصاب، انا ما كنتش مصاب، انا تضربت في فيفري ورجعت في بعد شهر ونص، معناها الاصابه نتاعي رجعت. اما هو ما يحبش، معناها عنده شوى، نحترمه الحقيقه، شوى تكنيك ولا فما حاجات اخرى معناها؟ والله الحقيقه ما نحبش نغوص برشا في الموضوع، اما نتصور معناها شوى تكنيك بتاتر. هو شاف اللي انا ما نستحقش نلعب، اما انا وقت لي استحقني هو في اوقات صعبه، معناها شفنا في البطوله العربيه ولا في مباراه النجم اللي كانت حاسمه في بطوله عمناول، معناها في اللي تروى تيتر نتاع عمناول، نتصور كنت حاسم انا وقت اللي هبطت وخذيت فرصتي لعبت بكدا وريت لي انا النجمه. ما هو بعد ذاك الكل، معناها بعد كل مباراه نصور معناها نلعبها بالكدا يعاود هو بيده، ما فما حد شيء، معناها عباره انا ما عملت حد شيء. الحقيقه هذايا من الحاجات اللي خلاني معناها ما نحبش نقول، معناها نحبش نتعامل معاه نكون معاه، فهمتني؟ ما نعرفش حكيت معاه رمزي، احتجيت انت على وضعيتك، طلبتش تفسير؟ الحقيقه مانيش مطالب معناها باش نطلب تفسير، وخاطر انا مطالب باش نخدمك هو، مطالب باش نوري وقت يجي فرصتي وريت. هو مش مقتنع معناها، حتى كان انا كل ماتش نمركي مين تصور مش مقتنع هو معناها بيا، اكيد معناها كيبدا المدرب مش مقتنع بيك، حتى انت تبدا تخدم ماكش مرتاح، اكيد حتى النيفو نتاعك معناها باش يطيح من غير ما تشعر، حتى معناها واحد كيما يقولوا فيها ماكش لازم تخدم، معناها حتى في اي خدمه تبدا ماكش لازم ما تنجمش تعطي الاضافه في الكدا. اما انا نسمع في العباد تحكي تقول عدى عامين مضروب وكل شيء، لا مش صحيح، انا ضربت ضربه شهر ونص ورجعت نكور، ومعناها باختيارات فنيه مش قاعد نلعب كهو. حسيتك متقلق موجوع شوي؟ لا مش موجوع، ما جست حبيت نوضح كهو، حبيت نوضح اللي انا ما خديتش فرصتي، ووقت اللي خديت فرصتي راني وريت كهو. اثر شويه هذا على وضعيتك مع المنتخب، نعرفوا كي جيت للترجي كنت في المنتخب معناها. اكيد اي اكيد، العام الاول اخت الترجي انا ما زلت في المنتخب، لعبنا كوب دي موند وكل شيء. من بعد الحقيقه معناها المدرب المنتخب كي يلقى جوار ماهوش يلعب الحقيقه مش يعيط له، معناها نتصور ماهيش مراكز، لازم واحد يفك بلاصته، فهمتني؟ وانا ود المنتخب ان شاء الله واحد توا في تجربه جديده يوري اللي هو يستحق ويرجع للمنتخب. سينو تبعت ماتشات في الجيمات، كيفاش شفت الاولاد؟ والله تبعت شويه مش برشا الحقيقه، ما شفت انت تعرف التصويره كيف وصلت لنا، انا بالفيسبوك وباللي لايف، فماش معناها الحقيقه الاولاد حسيتهم معناها فما شويه تعب، تعرف نهايه موسم وكل شيء، اما نحكي معناها جات ريزلتا خايبه مع سيربيا، ما ترشحناش، الله غالب، تو مازال قدامنا كوب افريك، نتصور الاولاد الكل عاقدين العزم، ان شاء الله ربي معانا، ان شاء الله ينورونا ونوريو وجه باهي للمنتخب، وان شاء الله معناها ديما تعرف كوب افريك راهو معناها مباراه سنين، معناها باش تلقى روحك تلعب مع الجزائر ومصر في هالي دومي فينال، معناها توتي بوسيبل سور ماتش، وتعرف انت مباراه تيما تونس مصر 50-50 ما فيهاش شكون اقوى وشكون اضعف، المنتخب المصري صحيح معناها تطور بالكدا، ما احنا ديما تونس نقعدوا معناها منتخب عتيد ومنتخب الاكثر تتويجا، وان شاء الله ربي معانا، ان شاء الله نجيبوها من مصر. يتقال معناتها هربوا بينا شويه، بون ولا حاجه مسكين حقوا حتى برشا المنتخب المصري، في تونس خسرناها لهنا بكل واقعيه رمزي، تشوفها في زابل في مصر ممكنه معناها؟ والله هيك شفت انت معناها الماتش اللي تفرجت فيها تونس مصر اللي في جنوب التيران، يعني هو كان قريب وتلجت فيها تبسيطه، راهو ديما قد قلت لك كيما قلت لك، راهو مصر حتى تجيب منتخب ما عارفش الدنماركي وتلبسوا مريول مصر، رانا احنا معناها مع مصر ما فرلكوش معناها كما يقول. نتصور راهو في زابل كل شيء في زابل، ما انا جبناها من مصر قبل معناها 2010 نتفكروا الناس الكل، فهمتني؟ قدرة ربي نجموا نجيبوها زادة تو ان شاء الله. مع صعيب شويه تكون في الليست انت تو، سي بون الامور محسومه. والله نتصور صعيب شويه اكيد، معناها هما شي يروحوا يسافروا بعد غدوه اي تقريبا نفس القائمه، ما فماش تغييرات نتصور، هذا شوا معناها نتصور ما فماش تغييرات، راه فريق حاضر وكل شيء، واحد مش تو باش يجي باراشوتي يدخل يهبط على المنتخب، واحد يزمو جانا معناها تو في فتره معناها كنت مرتاح وكل شيء صيف وكذا ماك تعرف، دونك نتصور الولاد حاضرين اللي باش يكونوا موجودين حاضرين اكثر مني، ان شاء الله ربي معاهم، و
وانا راني ديما معناها مسهم للمنتخب وديما وقت اللي يستحقني المنتخب انا موجود باش نرفع راية بلادي ان شاء الله. تيك صح رمزي بالتوفيق ان شاء الله في تجربتك الجديده. معاش في الاخر خليك كلمه طموحاتك شنو تحب خطوه باليي هي تطلع باليي اخر في بلغراد ولا شنو بالضبط؟ والله يا مرسي الساعة اللي كنتي. نحب نشكر عائلتي كل اللي وقفت معايا، مرتي وخويا وامي وبابا. نحب نقول فيما يخص الكورة، توا واحد خرج تجربة احترافية لبرا من تونس، واحد اكيد ماشي غاديكا باش يطلع بالية اخرى. تعرف الحقيقة الهون في تونس معناها من غير مش انا باش نحكي لك عليه، توا قداش معناها الحقيقة قاعدين الحقيقة ما نوخر وما ناش نقدمه. واحد يحترف ويجرب ويشوف عالم آخر، بقدرة ربي واحد يطلع بالية أخرى وإن شاء الله تكون عودة للمنتخب اللي تكون عن استحقاق، معناها مش هاوك موجود في المنتخب وكهو. إن شاء الله يعطيك صحة، شكرا ليك رمزي بالتوفيق إن شاء الله في تجربتك القادمة. الأخبار وبعد مكملين في البلاي حتى الخمسة ونص. مرسي.